من المشاهدين الكرام في برنامجكم المجلة الرياضية، سنتحدث خلال حلقة اليوم عن فريق الرجاء البيضاوي، عن الجمع العام الذي سينعقد يوم الجمعة المقبل. سنتحدث أيضا عن مشاكل فريق الرجاء البيضاوي، عن الوضعية الحالية، عن مستقبل فريق الرجاء البيضاوي، عن الأسباب التالية وراء هذه المشاكل، ولماذا غادر بدره وسط الموسم، لماذا المرشحين الحاليين الذين استوفوا الشروط القانونية للترشيح أي سعيد حسبان ومحمد بودريقة تولوا هذه المهمة أو يودون تولي هذه المهمة بناء على تسوية الأمور الخارطة يوم الجمعة المقبل، رغم أنهم يعرفون الوضعية الحالية لفريق الرجاء. نستضيف للحديث على هذا الموضوع السيد سعيد حسبان، مرشح لرئاسة فريق الرجاء البيضاوي، كان رئيسا لفريق الرجاء من الرجويين المعروفين، والآن يسعى إلى الخروج بالفريق وفق برنامجه الذي سنتحدث عنه من الوضعية الحالية التي لا يستحقها فريق الرجاء البيضاوي كفريق كبير. سي حسبان مرحبا بك. مرحبا بك سي عصام، مرحبا بكل المشاهدين ديال القناة ديالكم. وخير أخوي الحديث والسؤال بطبيعة الحال الزميل مصطفى طلال، سنتحدث عن مجموعة من المحاور. سي حسبان، أول سؤال، ما الذي أوصل فريق الرجاء البيضاوي إلى وضعيته الحالية؟ اللي وصل بنكون صراحة، لأن أنا في خطاباتي كلها ماشي خطابات انتخابية، أن خطابات صادرة من القلب، خطابات اللي كنقول فيها الصراحة، رغم أن الناس كيبغيوها وكي بعض الناس ما كيستقبلوهاش، والناس ما كيستقبلوهاش وما كيبغيوهاش، الناس ما بغيش مصلحة الرجاء، لأن الآن حان الوقت في هذه المرحلة بالذات بأننا نديروا واحد وقفة وندافروا كل جهود ديال مكونات الرجاء من إخراج الرجاء من هذا النفق، لأن هذا لو تورنو اللي فيه الآن خطير جدا، خطير على جميع الأصعدة. إلا ما كناش في التأمل وما كناش استحضرنا المصلحة العليا لفريق الرجاء وجبنا غير المصالح الشخصية ديالنا في التدافع على الشخصية، راه يمكن لنا غنوصلوا وندفعوا الرجاء لواحد الطريق وواحد المستقبل مظلم. باش نقول لي هذه الأزمة راهي ماشي وليدة اليوم، هذه الأزمة جات عن تراكم السنين، جات ابتداء من بعد كأس العالم ديال الأندية اللي كانت فيه الرجاء وصلت للعالمية، ولكن مالوريزمون ما بعد هذاك النتائج ما كانش هناك استمرارية، ومن تماك بدات الأزمات وبخصوص الأزمة المالية اللي وصلت الرجل الآن، لأنه لو كانت أزمة غير ظرفية راه هاد المكاتب اللي مروا كلهم راه يكونوا تغلبوا عليها، ولكن كانت أزمة كبيرة اللي أنا نهار خديت الرجاء ونهار اللي الرئيس اللي كان فيها بشا وخلاها، وكان فراغ في هذيك الفترة، أنا بحبي للرجاء بأنني ابن الدار كما قلت، بأنني لعبت في الكورة في الرجاء وعندي ليسونس في الرجاء وسيرت في عدة مكاتب ديال الرجاء، كان من المرغم ما يبقاش هناك فراغ، كان من المرغم بأن يجي واحد من ولاد الفرقة اللي يحمل هذا الثقل ديالها ويمكن لها ينقذها، وفعلا دخلنا على هذاك الإرث الكبير والكل النهار أعلنت عليه في هذيك الفترة، الناس ما تقبلوش لأنه كان هناك صدمة فيما يخص الرقم، ولكن التاريخ لسي لو طون طون، التاريخ كشف بأن ديك الأمور اللي قلتها راه كلها صحيحة. أنا ما كنتش مسؤول على الناس ما يفهموش ديك الساعة، من بعد 3 سنين عاد يفهموا، وحتى الآن تنقول شي حوايج اللي مهمين جدا وبغيتهم يستوعبوهم، وما نقولوش من بعد 3 سنين راه حسبان قال لنا شي كلام ولكن دلتي ما تقبلوش، ومن بعد 3 سنين يجي يقول لك قال حسبان راه ممكن هذه الأمور، هذه كلها اللي قلنا جاو رؤساء من ورايا حتى هما وثبتوا هذيك الأرقام، وحتى واحد الكلمة الشهيرة نهار قلت لهم أنا يجب تدخل الدولة، الناس ما عجباتهمش، تقول لك بأن هذه ماشي جماعة، الدولة هي اللي كانت سبب من الأسباب باش تحلت الأزمة، إضافة إلى المساند والمستشير رقم واحد ديال الفريق هو الجمهور. نعم. لأن ملي كنصفحوا لو بيلون المحاسباتي ديال الفريق كتلقى أعلى نسبة ديال المداخل كيجيب لك الجمهور. واخا سي حسبان، اسمح لي مصطفى باش نكمل السؤال ونعطي الكلمه للصديق ديالي. السؤال، ملي كنلقاو كنقولوا واحد كتهضر على مبالغ اللي كانت كبيره، كتهضر على واحد اللي مراجي لو بغينا بهذا المعنى هذا، واش ما كاينش اللي يقول في لحظه معينه باش قبل فوات الاوان بان هذا الشيء راه مش معقول وراه غادي في الهويه،
فواحد اللحظه واش نخليو الامور باللي كنهضروا على 14 مليار و15 وكنهضروا على ارقام هكا، واش يمكن في لحظه معينه نقولوا هاد الارقام تقدر تصرف او تقدر تضيع او تقدر تخرج من دير ثقب في الماليه ديال الفريق؟ هادشي قلناه، قلنا في وقته وما تقبلوش بعض الاخوان، وكي مع الزمن توضحت بان كاين هذيك الارقام، وحتى الان راه تنقولوا بان كاين ارقام ولكن ماشي بديك الحده اللي خديناها في 2016. تنقول بحكم التجربه نتاعي، بحكم التجربه اللي مريت فيها، لانه رغم هذيك الازمه رغم المشكل اللي كان عندنا راه خرجنا الفريق من دار الامان، يعني وجدنا فريق كومبيتيتيف، درنا انتدابات ديال اللعابه من اعلى المستوى اللي بها، رغم بانه هذيك السنه الاولى راه ما كانش عندنا حتى كونت، كان الحجوزات على جميع الاصعده، يعني هاد الحسبان والفريق العمل ديالو اللي كان معاه في ديك الفتره راه ما كانش عندنا، ما كندخلوش فلوس، ما كنشوفوش حنا الفلوس، كنا درنا واحد العمليه بانه كنا كنخليو الفلوس. ومن هذا المنبر انا بغيت نشكر رئيس الجامعه اللي قدم لنا واحد الخدمه مهمه جدا وحلينا ان كونت، اول فريق كونت ولا على حساب الجامعه، جلول هو اللي كان سي جلول اللي كان تبع معنا هذا الكونت، حلينا ان كونت رجاء تماك على اساس نحلوا الازمه ديالنا، لان ما عندناش باش نخلصوا اللعابه باش نديروا لي ديبلاسمون باش بفلوسنا، ماشي بفلوسنا، وكان دخل ميزانيه من طرف اخر، وكانت عندنا تي سي اللي كتجري لنا لي سبونسورين، ملي كيخلصوا لي سبونسور كنطلبوا لهم اللغط ديالهم باش يخلصوا لنا. اللقاءات ما كانوش كيتعبوا، واللقاءات ما كانش عندنا مداخل، وكان الويكلو، لان هذيك السنه حربت من الداخل اكثر من الخارج، لاننا سنه كانت الرجاء عندها زيرو لقب، وكنت لعب على الشامبيونه ولعبنا على الكاس، جبنا الكاس العرش وقاب قوسين كنا نديروا الدوبلي، الا ان سامح الله هاد الناس اللي ما باغيش النجاح لاي رئيس يجي، كان مشكل في مدينه مراكش اللي عقلتو عليها، ومن بعد تحكمنا على الويكلو ومتمكنا حنا الاول في الشامبيونه، وبقينا راجعين داكشي، ولكن بقينا في لو طابلو ورجعنا الرجاء لافريقيا. لو كانت بان كاين حسن النيه والناس باغي الخير لهاد الرجاء، كون هذيك السنه في عز الازمه كنا غندوا الكوب والشامبيونه. سي حسبان، غير في 2013 ولا هذا ملي دخلتي لرئاسه الرجاء 2016 اللي دخلتي رئاسه الرجاء، قلنا ان الازمه بدات من 2013. في 2016 عرفت واش كنتي عارف على الداخل؟ هذه مساله اولى. المساله الثانيه هي في التقرير المالي ديال الجمع العام الشهير اللي كنتي انتخبتي فيه، وكان الرئيس يعني من بعد فتره الرئيس السابق كان مشى لخارج ارض الوطن، واش تصادق على التقرير المالي؟ لا اظن كان خاصو وقفه، اللي ما تصادقش على التقرير المالي كان خاصو وقفه من المكسب المسير ديال الرجاء، رغم ان هذا منكر، وتصادق على التقرير المالي. ها هو التقرير المالي من 2016 باقي تابع الرجاء لحد الان، هذه ماشي اخطاء دارت، ماشي اخطاء، لان درنا كل المساطر القانونيه باللي خدينا هذاك لو رابور الاخوان كان الهيجان، وكان لاسومبلي اللي تي اف ار فيسون، الرئيس نزل من المنصب مشى بحالاته والناس ما صوتوا ما حتى شي حاجه، ولا فرق قانون او نتي اوبليجي باش ناخذوا الرجاء في هذيك الفتره. لو رابور اللي تعطانا في لاسومبلي جينيرال اللي تي رابور ايغوني، تعطانا واحد ماشي هو الحقيقي، تعطانا رقم فيه 19 مليون ديال الدرهم دو ديفيسيت. ملي دخلنا للتسيير بدا كيبانوا لنا ارقام اخرى، كيجيو دي فورنيسور، كيجيو الناس كيتسالوا الفلوس. هي درتي ندوه شهيره حددتي فيها واحد المبلغ كبير. بالفعل ملي بدينا كندخلوا بعد الامور تتدرج، تلقى بانه سي دي شيفر كونستاتي نون كونتابيزي ولا اكسترا كونتابل، يعني ثلاث ارباع لي تخوا كار لا كونتابيليتي خارجه من داك لو رابور. سكي في من هذيك الفتره مشينا اون جبنا كابيني دوديت من المالي الخاص، وطلبنا من الجامعه باش دير نوديت اكسترن من عندهم هما باش نرقوا، ولقينا هذوك الارقام اللي تناقش عليكم فيها ديال 16 مليار 17 مليار وزائد الضرائب اللي الان اصبحت اكزيجيب، لان نهار قلت لهم الضرائب راه كاينه شو كل الضرائب ما تخلصوش، وحنا ما بغيناش نهضروا على الضرائب الان لان باش ما نمهولوش نزيدوا القدام. ملي تحطينا لو رابور يعني توضحات الامور شنو كاين من هذيك الفتره اللي درنا، وانا احارب من طرف الرئيس المنافس ديالي دابا، واللي نزيد لك بان الرؤساء اللي جاوا من ورايا كاملين نفس الشخص كيحاربنا، لو فاكتور كوما ما بين خمسه الرؤساء من سعيد حسنان الى بدراوي اللي كان علاش كيحاربهم ما عرفتش انا علاش، شنو السبب. سي زياد راه في المداخلات ديالو جبدوا بالاسم ديال السيد، انا كنبغي نشي لعاب كيتلاعب وكيجي يستشر معاه، حتى
تحارب سي الاندلسي تحارب سي انس تحارب سي البراوي عرف هذا المنبر عندكم قال لك انا محارب من طرف الناس الداخلي دونك هذا السيد اللي فاكتور كوما ما بين هذ الرؤساءكم هو السبب اللي خلى الرؤساء كيجيب واحد الديناميزم وكيجيب واحد مشروع عمل ديالو ما تيقدرش يكمل كاين الرئيس ما كمل السنه كاين الرئيس اللي اللي اللي, اللي ديميسيونا كاين الرئيس اللي هرب كل واحد كيفاش الامور ديالو كتخوف من هذ الوضعيه السي حسبان لا الان الى انتخبتي انا مستعد ليها وكنتسناها لان انا اللي غيسير ماشي هو الفيسبوك ماشي الصفحات الفيسبوكيه وانا عندنا قانون اللي ما كاينش بكاش 2016 دابا ولا القانون اللي غيحمي لان اي واحد غيتكلم باسم الراجا ولا يهضر باسم الراجا ولا يسمع الراجا ديالو حنا غنمشيو معاه للقضاء لان باش نوضحوا لان هذا لونفيرومون اكستيرن لان جايين حنا من النهار اللي قلت لكم حنا جايين باش نقيو الاجواء نقيوها من الداخل ومن الخارج علاش نقيو لسبب واحد بان الرجاء ترجع اكثر اكتيف لان الرجاء بقى الان جذابه من ناحيه الجمهور ديالها ولكن ما بقاتش جذابه للمستثمرين ما بقاتش جذابه للمال ما بقاتش جذابه لان التطاحنات الداخليه خرجت دونك انا جاي ميسيون مع هاد الناس اللي معنا واحد لو تاكس فوكس اللي غيكون عنده مختص استعجالي من قدرش نهيئوا فريق اللي غيلعب دومي فينال ديال كاس العرش وخصنا نهيئوا فريق باش نوجدوه يمشي يلعب لا كومبيتيسيون عرب اللي غتكون في السعوديه في نهايه شهر جويلي وفريق عمل اللي فيه لا استراتيجي فيه لوبس ديال المويان اي لو لون تيرم يعني المدى المتوسط والقصير باش نهيئوا الاجواء انا تنقولها وكنقولها من مر نهيئوا الاجواء باش نجيبوا دي فون دافيسيسمون اصبحت تسير ديال الجمعيه متجاوزا للشركه والان كاين الشركه اللي با اوبيراسيونيل وهذا ما كيمنعش باش ما نخلعوا الجمهور بان احسن ما بغى يجيب المستثمرين باش يبيعوا الرجاء بالعكس المستثمرين ياخذوها في واحد الاطار معقلا واحد الميكانيزمات معقل والهويه والامبليم ديال الرجاء ولا نوتوريتي ديال الرجاء غتبقى يعني اللون الاخضر اللوغو ديالها اللعابه ديالها جمهورها منخرطه الروح ديالها لادين ديالها المنخرطين ديالها الوزيز الملعب الوزيز الاكاديمي كلهم غيبقاو في ملك الجمعيه وكاين واحد لو مينيموم ديال لو بلوكاج اللي ما يخليش هاد الناس بانه يعني غيجيو كيجيو الناس يدوا لنا الراجع على الراجع ما غاديش ويبقى الدور المنخرط كاين وكلشي كاين غير واحد لو مود دو جيستيون اللي جديد وهو الحل الانسب لفريق وهذا الشيء نقدروا نعملوه ونعطيو السويدات ونمشي راه ما ندخلش في هذه الجمعيه في هذه الشركه ولا الامور حنا بغينا نقيو الاجواء ونصوبوا الامور ونخرجوا من هذه التطاحنات الداخليه لان الرجاء باش تقلع راه ما يمكنش واخا تدخل الاموال اللي دخلتي لان لو باسيف اي لور يعني الثقيل يعني الاخوان راه دخلوا بعد لا كوب دي موند هما دخلوا واحد الغلاف مالي راه تبخرت في ظرف زمني ديال سنه ولا سنتين الاخوان دخلوا الفلوس ديال كاس العرب وباعوا اللعابه صرفوهم مشاو يعني راه ما يمكنش لينا بهذه الطريقه اصبحت متجاوزه في هذه الظرفيه ديالنا والنماذج كبيره نعطيك النموذج ديال البيراميد ديال مصر الفريق المصري ما قدرش ينافس الاهلي والزمالك ما قدرش ينافسهم لانه داخل في اطار داك لي سوسيو دار هذا النموذج اللي جايين به حنايا الان راه غادي في الطريق ديال عندنا فرق اخرى اليوم في فرنسا فرق اللي كاين في اسبانيا فرق في فرنسا مارسي مثلا عده نماذج اللي نجحات في هذه المساله هذه حلول سي حسبان حلول اللي هي انا تنفرق على المدى المتوسط والبعيد عندي حلول استعجاليه الحلول الاستعجاليه متفق عليها شنو غديروا كتقول بان ليماج ديال الرجاء ربما دابا كاين فيها مشكل لان المستثمرين ما بقاوش كيزعموا باش يستثمروا حتى المستشارين المستشارين كنهضروا من المستثمرين المستشارين الباريناج هاد المسائل كل اللي كنهضروا عليها كنهضروا على نقطه اخرى كاين صراعات داخليه كاين ارث حقيقي مالي اذا مست هذا الخضم هذا وانت كتدخل باش تصبح كترشح انت ولا سي بودريقه واش ربما تحدي واش الا كان الحب ديال الرجاء ثاني ما تكونش مبالغ بين قوسين نسمي تهور بصيغه اخرى واش عارف علاش داخل بالفعل هو بعيد يعني متدهوره ماديا صعيبه بزاف واش عارف علاش داخل سي حسبان واش قادر تخرج الرجاء من كي قال حسن من الازمات اللي كتعيشها ماديا والصراعات وعاد رجعوا للصفحات الفيسبوكيه اللي ربما عندها تاثير كبير على السير ديال الرجاء انا عارف علاش داخل وتنقولها ونقولها من عندكم هذا المنبر بان الازمه اللي كانت في 2016 هي اكثر من الازمه اللي كاينه الان
لان في 2016 كانت ازمه كبيره ودخلت فيها وحاولنا نحلوها ووصلنا للفريق البر الامان وجا من ورانا لان جي في لو سال بولو انا درت لو سال بولو وهي فريق وجدنا وملي بشدرن ونقدر نشوفو فائت خليتهم اليوم في الصندوق غير الموبيل وكيفاش عاود رجع حداك نقولو لا انت ماشي فائت خليتهم اليوم لان السنه الماليه مازال ما سالاتش خليتهم فلوس ديال ياميق اللي دخلات كلها ديال تبع الجينوا خليت الفلوس ديال باباطون ديال 5 مليون ديال الدرهم خلصت لهم لو غاست فيما يخص المستشارين اللي باقي غيدخل وخلص لهم لا بريم ديال لا كاليفيكاسيون ديال الكوب ديال الكاف وخلينا لهم الا مش عندي الذاكره واحد 10 مليون ديال الدرهم من وزاره الداخليه لان كانت عندي كونفونسيون معاهم غيعطونا 24 مليون ديال الدرهم لا دي جي سي ال لا ديفيزيون جينيرال دي كوليكتيفيتي لوكال خديت منها 14 مليون ديال الدرهم وبقات 10 مليون ديال الدرهم دونك الا جمعت هذا الغلاف المالي كله جات لقاتو هذيك لا كوميسيون سامحهم الله بعض الاخوان كانوا في لا كوميسيون ما بغاش يبينوا لو طرافاي ديال هذاك لو بيرو اللي كانوا خلى هذا المالي يعني كانت تجي من لاسيت كونطابل باش يبينوا بان دينيغريو ديالنا حنا وديال المكتب ديالنا وبينوا بان لا كوميسيون جات بحال شي زورو افيك اون باك ماجيك في ظرف 3 شهور بزاف ديال الفلوس راه ما يمكنش يعني خدموا بفلوس ديالنا وهذا كله ما كيهمناش حنا مصلحه الرجاء ومن وراء جاسيزيات وحصل الالقاب كلها لان لقى واحد الفرقه واجده لقى بلاتفورم لقى الامور كلها واضحه وهذا كله كان هذا المعقل ايضا يعني معقل ولكن مالوروزمون انا ما مشيتش معاه في واحد النقطه بانه طلع الكلفه ديال الاجور طلع بزاف وواحد بقيت الى سيدي الضغط الجماهيري باش يدير انتدابات ومالوروزمون كان معول على لاكوب اراب جات كوفيد ويتريب كاع البروجي كله وما قدرش يمشي عليه نورمال كون ما كانتش هذه الحاله الطارئه كان غيكون امور اخرى يعني واحد العام انا نهار دخلت لقيت الغلاف ديال الكتله الاجور واحد 1 مليون 6 باغ موا من بروميي لو 30 هبطت ل 900000 درهم يعني واحد المجهود جبار يعني تنغاسيوناليزو لي ديبونس يعني هذا الشخص اللي دار هادشي كلشي في عزمه اللي اكثر من هذه الازمه اللي حنا اللي فيها هنا راه يمكن لي بان نقول لكم راه نجحها بكل انا متاكد بان كاين النجاح ان شاء الله الا تقوا فينا الناس وتقوا فينا في الخصوص انا اللي كنفضل هما المنخرطين ويخليونا لان لو خديت انا في هذيك الفتره اللي دخلت فيها الدعم 10 ولا 20% خذوا هذا الرؤساء من طرف الجمهور وخلونا الهدنه وحيدوا عنا هذوك الصفحات الفيسبوكيه كنا الرجاء الان الازمه ما كايناش فيها وخاسي ما غنتكلموش على الازمه وخاسي حسبان سؤال انت مرشح السي سعيد حسبان محمود بودريقه كنتوا رؤساء سابقين واش يمكن لشي رئيس يرجع لواحد الوضع ديال الرئيس بدون ما تكون عنده خلفيات او احقاد او واحد الفكره اللي كيرجع باش يصرفها تجاه واحد الوضع معين تجاه اشخاص معينين تجاه واحد المؤسسات لانه ربما طرا ليه في البصر من فوق في المطره اللي كان فيها رئيس او من بعد ربما اشياء اللي تخلي كطبيعي كانسان تكون ردود الفعل اللي هي يمكن تاثر على الفريق وتكون سلبيه في المسار ديال التسيير. نقدر نجاوبك في واحد الشق بانني انا عندي واحد المفارقه اللي معادله ما فهمتهاش. من ساهم في تخريب الرجاء ومن ساهم في تعزيم الرجاء وهذا الدرس اللي يمكن اللي تخليوني نتسولوا الرؤساء كاملين لان كل رئيس ما تكملش المده ديالو كاين اللي ما كملش ساعه ومشى بحالاته. شكون اللي كيعرف؟ انا قلت لك هذا تهضر على الرئيس سي عساس بقى نقول لك سي محمد بودريقه راه ما بقاش حاجه كتخبى هذا الشخص اللي جا دار هذا الشيء كل شيء وجاي اليوم في ثوب المرقد يعني راه كيك شوز كي بابا احنا راه جايين باش نكملوا واش كتقول انت بصفه منخرط بصفه رجاوي بصفه كل رئيس يقوم بحمله انتخابيه قبل ان تنقولها بكل الصفات نعم ولو كان عندنا وقت طويل نفصل معك فيما يخص منخرط فيما يخص لعاب قديم فيما يخص محب فيما يخص رئيس سابق فيما يخص رئيس مستقبلي نحل لك بكل الامور كلها بهذه المساله هذه متفقين معك على ان من خرب الرجاء هو كنسولو كلهم كيتكلموا الى رجعتوا غير درتوا تحميل المداخلات ديال الرؤساء والخرجات الاعلاميه ديالهم هو بغا تشوفوها ما تقولش على شي حاجه من الفراغ راه كاين تحميل دابا كيدور في الفيسبوك ديال الزيات اش يقول ديال الانديه كي يقول بغراوي اشنو قال فهمتي هذا ما تنقولش انا من الفراغ وخير دليل بان علاش الرئيس كيجي في السنه الاولى كيمشي بحالاته علاش هاد انيس بدا واحد العمل كان عمل جبار او بودو سيموا وغادي
وجاب مستثمرين الى غير ذلك وجات عليه الضغوطات ومشاو عنده المكتب ديالو جابوا له بحالات يعني راه ولينا تنسيرو ديال الحاله البدراوي لا اظن انا البدراوي باش نقول لكم الامانه انا ما عمرني شفت البدراوي اتصلت به هاتفيا مره اولا جوج من اجل باش ناخذ الحاله الماليه لو رابور فينونسي نهضروا فيه باش ناخذوا هذو اللقاء ديال الرئيس الوحيد راه هو يمكن البارح شي منبر اعلامي في شي راديو راه قال لي انا الرؤساء كل اللي شفتهم انا رجيت باستثناء حسبان لانني انا الى الانسان بغاني نجي نكون معاه ونعاونو مرحبا ما بغانيش راه غنبقى راجل لا بروف بان نهار مشيت انا من الرجاء في 2008 ما كنتوشيش انا نهار مشيت السي مصطفى انا ما عمري قدم استقالتي ما عمري هربت من الرجاء انا ملي ولا لو فاكتور سعيد حسبان ان بلوكاج بور الرجاء ما اجي نصلح الرجاء انسحبت في صمت وما عمري تكلمت ما عمري خرج شي مبر اعلامي ما عمري حاولت ندس شي حاجه حتى نهار حسيت كان طالب من بعد المنخرطين وبعد الفعاليات الرجاويه وبعد الجمعيات حتى الجمهور رجعت من اجل انقاذ الرجاء وتنقول بان هذا الشخص اللي كاين الان اللي كانت عنده ضمانات ماليه لانه ما كنتيقوش انا ضمانات ماليه اللي تقول انا حزب لان انا عشت هذا الشيء اللي تقول عشتو لان اللي كنقولوا هضره تخرجت لي هضره اخرى ضمانات ماليه من الحزب اللي تقول كيعاونوا برغم اننا عندي تحفظ فيما يخص الرجاء خصو يبقى ابوليتيك الرجاء ما عندوش لون سياسي الرياضه بصفه عامه ما تهمني فريقي ما تهمنيش الرياضه بصفه عامه فرقتي بان تبقى بعيده على السياسه الا ناض فيهم اي واحد تيقول السي الامين العام يقول بان رانا غنعاون بودريقه وغندخل ماليه انا من الناس الاولين نهزو فوق كتافي ندخل بين الجمع العام ونعطيه الرئاسه واخا سؤال سي حسبان سي بدراوي واش ما كانش يتسنى تيسالي الموسم وعاد واش يمشي واحد وعلاش بنيت واحد خلاو الفريق الرجالي كبير خلاوه في واحد الوضعيه كيف في الطوبيلات مشيو للماتشات واحد كيقول لك انا اللي عشيتو واحد كيقول لك انا اللي درت له الكونسونطراسيون واحد يقول لك انا درت له الكونسونطراسيون واش ما كتشوفش بانه كاين واحد المفارقه غريبه جدا في هذه اللحظه التاريخيه هنا هذه مغالطات السي حسن لان الرئيس كان باقي قريب للفريق لان راه حتى واحد ما عطاهم لي بريم حتى واحد ما دخلهم شي كونسونطراسيون لان الرئيس مكتوب الحدي راه خرج قالها قالها ماشي انا اللي غنهضر باسمه انا تنقول لك اشنو تنعطيك لاني كقريب شويه العشاء اللي دار باللي شكون اللي دار العشاء ما عنده حتى علاقه بالكون العشاء داروا واحد منخرط ولكن كاين اللي بغى ينسبوا الراسو لا من حقو هذاك راه لي فاكتور ديال لي تريتور راه باين التريتور شكون يخلصو راه تقول راه قال هذا السيد اللي غيبغي ينسبوا الراسو راه قال كولي دخل راجل كونسونطراسيون البوزنيق وما تخرجش بوزنيق غتجي المحمديه يعني الرجاء اللي كان لان مستوى الدرجه هذا الرئيس واش هادشي بدليل بالبرهان دليل الحجه راه تخلصوا دابا لي بريم ديالي وتخلصوا شي سالير جو سي با شي حاجه واش خلصوا هو راه خلصتهم الرجاء كتبوا على الموتى ما كتبوش على الحين ولا بالحجه والدليل والبرهان لان اهم حاجه راه دابا اللي قتل الرجاء هي الاشاعه تنجي نقول لك السي حسن ان راه هذه وراه ما كايناش هذيك الامور وكاين بعض الناس وبعض الانسان اللي كيوهموا كيسرحوا الناس وكاين بعض العقول اللي ضعيفه كتمشي فهاد سميتو ومن بعد مع الوقت عاد كيندموا نعم اذا السي حسبان انت دابا رئيس مرشح اش البرنامج اللي كتقدم انا قلت لك في البدايه عندي برنامج لان راه حطيتو الاخوان المنخرطين راه تناقش البارح السي مصطفى راه كان عندي مختص استعجالي لان الرجاء الان في الانعاش خصنا دابا نحبسوا لي موراجي نحسوا ميراجي في واحد البرنامج اللي مهم استعجالي اللي سميناه لو تاكس فوكس يعني عنده واحد دو شوط مزيان بزربه لان غدا غتكون هذه الامور الاستعجال وجايبين فيه مال لان غدا خصنا نخلصوا غدا ما تنقولش سوف او لا سوف جايبين مال من طرف الفريق العمل اللي عندي وكاين فريق عمل موجود ما نقدرش نقول لك الغلاف المالي لان خصنا نشوفوا شنو الحاجات المطلوبه لان اللي سوف شحال خاصه دابا المسجلات لا غير من ضمن الحاجيات وكي قال حسن شحال خسر كاين في شهر يونيو راه الفيفا حكم خسر الرجاء مبلغ مالي كبير تأدي في شهر يونيو تعرفين ولا ماشي شهر يونيو طايحين دابا طايحين ثلاثه الاسماء طايح الورفلي وطايح العالمي 580 مليون الاخر شي 300 وبالحالي راه عندك مليار هذا خصهم في اقرب باش تحيد لو لوفي باش يمكن لك تلوكريتي نعم فهمتي هذه كلها امور حطينا في الحسبان هذه امور كلها مجدين ليها لو بلون داكسيون ديالنا والتالي النقطه بان الفريق اللي جبناه اللي معايا
راه كشتوه البارح ملي قدمناه، الناس اللي في مستوى، الناس اللي ما داخلش لي بوليميك، الناس اللي كل واحد سي دي زوم دو دوسي. يعني انا هذوك الناس راه كل واحد رئيس في الميدان ديالو. انا رئيس لان خص ضروري تكون اورغاني رئيس الفريق الانتيكيتور مع المؤسسات الخارجيه، ولكن الداخل ملي تكون في المكتب راه كلنا رؤساء وكل واحد كيتحمل مسؤوليته في واحد الميدان ديالو باش ما يمكنش يديروا. وهذا الشيء درته من تيريته من اجل التجربه اللي دوز في المرحله ديال 2016، لان جبرت الخواطر بغيت ندير كل واحد من 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 من, من لان الراجل الان راه شعوب وقبائل، يعني راه مقسمين عده مجموعات لا مثلا الخيرات، يعني كل واحد عنده فئه. لا بروب ان كاين جوج ولا ثلاثه ديال لي جروب ديال 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 المنخرطين في مواقع التواصل الاجتماعي. هنا بغينا نوحدوا كلشي للجميع، وبغينا كل يكون يد واحده من اجل مصلحه صلاح الرجاء. ما جيش باش نرجعوا بان مؤسسه المخارج راه هي اله ديال التصويت باش يجي يصوت عليا نجم العام وصافي من بعد. انا بغيت يكون قوه اقتراحيه ويجي يدير معايا التسيير اليومي في اطار هذوك اللجان اللي غتنباطق على هذا المكتب، لان بلا بهم هما وبلا الدعم الجماهيري بابي كل فعاليه رجاء راه ما كاينش ننشعوا هذا المشروع. خص الكل يعطي في الله. وثانيا بان في اطار البرنامج اللي عندي تو المدى القصير والمتوسط اللي يمكن لنا نجحنا وكم الله غنوضعوه في الطاوله عند المخارطين اللي غيقروا فيه، وهو لا ريفورم داديزيون، لان هاد لا ريفورم داديزيون واحد توليفه جديده اللي غنخليوه حتى لان مطلوب جماهيري، نهبطوا الصومه ديال الخيرات ونخليوه حتى الجمهور يكون ساهم معنا في التسيير بواحد الطريقه بواحد التوليفه اللي غنحافظوا على مؤسسه المخارط ويكون هو فاعل معنا باش يعرف عن قرب ماذا يدور داخل دواليب البيت الرجاوي، لان احنا المكونات كلها الثلاثيه الا ما كانش ما ينجحش هذا العمل. في انتظار تنقيه الاجواء واعطاء واحد الارضيه جديده اللي فيها غنجيبوا دي فون دافيسيسمون، غنجيبوا الناس باش نمشيو لقدام، لان الرجاء كانت هي القاطره ديال التنميه وكانت سباقه في عده مجالات، لان الباريناج كان على الاولين في لاديزون، كنا على الاولين عده لان اللائحه طويله والناس رجالات الرجاء راه هما اللي كانوا داروا القوانين والانظمه داخل الجامعه داخل كاع المؤسسات. لا من بين ما قلتش انا هما بوحدهم، من بين الناس اللي ساهموا في تكوين هذه كلها امور اللي بغينا الرجاء تكون حتى هي ترجع لذاك التوهج ديالها وتعطي المكانه ديالها، بالخصوص ديال هذا التوهج وهذا لو ديناميك ديال لا بريستاسيون ديال المغرب في قطر، هاد لي زيكيب كومبيتيتيف دي سات الى غير ذلك، باش الرجاء تدخل في هذا. ما يمكنش الرجاء تكون خارجه من هذه الامور، وهذه كلها ناتجه على واحد العمل يكون معقلا ويكون عمل مسؤول ويكون هادف. وما نبيعوش الوهم وما نخليوش الناس لا كانت انتدابات ما تصلحش ما نديروش انتدابات، كانت الانتدابات صح غتكون انتدابات سيبلي معقوله. غير سي حسبان، يعني قلتي على ان البدراوي تصل جميع الرؤساء وما تصلش بك انت وما توشيتيش، ولكن رمزتي كيف قال حسن كاين اللي ما كيخليش الرؤساء يخدموا. واش انت ما خايفش من هذه المساله؟ الا زدتي رئيس ما عرفتش انا شكون هو الانسان بالضبط اللي ما كيخليش هاد الرؤساء يخدموا، كيبقى يحفر الرجاء الى غير ذلك، ولكن انت واش ما خايفش من هذا التصور؟ علاش سي حسن راه الامور واحد كتخبيو بان ما عرفناش شكون، راه بين الامور. بغيت نقول لك انا اي رئيس، لا حنا ما نطالعيش على الخبايا، اي رئيس كيجي ما تيكملش المده ديالو وكيحط صورته وكيمشي بحالاته، ملي كتمشي تسولو كتقول شكون تيقول لك فلان، هاد الناس كيمشي متفقين هاد الرؤساء كلهم متفقين. الفاكتور اسمع لي انت قبل وعلاش دابا كتانسيستي وانت عارف الشخص ربما انا حطيتها نهار الاول الاستاذ السي حسن، راه حطيتها نهار الاول، حنا راه مشينا بعيد، راه ملي لقينا دوك لي رابور فينونسي كله ايروني رجعت للمؤسسات المنخرطه وقلت لهم ها الحاله ديال الرجاء كيدير قبل ما نخرج لديك الندوه، ها الحاله ديال الرجاء اشنو كيدار بكم؟ كان اجماع باش نهزوا الملف نديوه للقضاء، وديت الملف في القضاء. انا ما مخبي علاش ما مشاش شغلهم هذاك السيد القضاء، انا ما كندخلش كيفاش وعلاش. انا كاين رجالات اللي تبعوا، كاين رجالات القانون اللي تبعينه، انا الفتره ديالي مشيت بحالاتي ما اشنو وقع من بعد ما يمكنش نكمل. انا المده الانتدابيه ساليت مشيت بحالاتي، جا واحد مورايا شكون اللي داروا كيفاش هذا، انا المهمه ديالي درتها ما درتهاش سعيد حسن المكتب ديالو كرئيس، ولكن مشيت لمؤسسه المخارج، لان مؤسسه المخارج هي طلعتني كرئيس، هي برنامج الفريق عطيناهم لا سيتياسيون في واحد لوطيل وعطيناهم هذه الحاله الحقيقيه ديال الرجاء من بعد
التفحص وبعد اللوديك اللي درنا حنا ودارت الجامعه خرجنا بهذوك الارقام، وهذوك نفس الارقام من وراء السيزيات جا في الحياه الجنسي ودان ان داتا شو وقالها لهم بالفرنساوي افيك ديسليت وتقبلوها. نعم سي حسبان واحد السؤال اسمح لي مصطفى، حيت انا قلت لهم بالعربيه وما ما دازتش. السؤال انت ملي كنت رئيس بودريقه ملي كان رئيس المنخرطين اللي تزادوا اللي صوتوا عليك انت واللي صوتوا على بودريقه ملي كان هو رئيس، الان شحال العدد اللي تزاد جديد اللي يمكن انه غيدير الفرق مثلا في هذا الاطار؟ يكون هو المحدد. هو المحدد. افالور دو جوردوي دابا انا معكم مازال ما توصلش باللائحه. نعم. باش تكون ما عنديش اللائحه النهائيه اللي غتكون فوتون وما عنديش لو رابور فينونسي. مازال ما توصلش به. باش نعطيك ارقام ونعطيك العدد شحال غنبدا غير نتزايد معاك ولا نعطيك امور اللي مغلوطه ولا من طبيعي ما كنقولش الوهم ما كنقولش شي امور. نهار يكون عندي ديال الارقام ديك الساعه نتكلم لان ما بقات غير 48 الاوتوماتيك وهاد ال 20 كنا عارفين. ما عرفتش المخالطين شحال. لكن العدد تيقول لك العدد اللي تزاد هو كيسول السؤال ديالو ماشي العدد اللي كاين العدد تاع اللائحه كل غير يخلق فهمتي هو كيف غادي يكون وفق يعني ذاك العدد اللي كاين لانه جداد لا من القدام باش تعرف انت شحال. لا عندنا لائحه لكن دابا بغينا نعرفوا السؤال اللي طرحناه السي حسبان اللي كايدوا هو اللي كايدوا بطريقه شنو تزاد في هذاك العدد اللي ما كانش في هذه المرحله هو اللي غيقدر يخلق الفرق سواء بالنسبه لحسبان او بالنسبه للسي حسان. السي حسبان ما جاوبتنيش على السؤال ديال واش ما مخلوعش من هذاك الشخص اللي كيأثر على رؤساء إذا أستاذ أنا التجربة ديالي متواضعة علمتني بزاف الحوايج ومن خلال هذيك التجربة كنا درنا بعض الأخطاء غنستافدوا من هذوك الأخطاء وغندخلوا وكاين واحد المناعة لأن ملي كتكون حبك الراجل وكتكون واضح في الأمور ديالك ما جيش عندك مصلحة ولا عندك مشاكل وجابك تخبى في الراجا وتولي الراجا كما يضل الله ولا الامور. احنا جايين نصلح الراجع ما جيتش ما غناخذ رئاسه، الرئاسه دوزناها اسم حسبان معروف يعني الا غندخلوا راه هو التشريف التكليف اكثر من هو التشريف ما كيهمنيش لان الانسوسيال ما كتكون الامور غاديه وغادي كتنقد في الفرقه ديالك وغادي كتوضعها في السكه الصحيح. من بعد راه كما قلت لك ما عنديش انا ادب باش نبقى اذا صحنا والاخوان واحد فرق عمل ديال المدى المتوسط البعيد الاستراتيج خدامين باش كيهيئوا الظروف باش نجيبوا لي بايور دو فون ونجيبوا دي فون دانفيزيسمون نهار تتبدل اي غتعطي السويتات ونسحب ونسحب ثاني في صمت ماشي باش نبقى في الكرسي. الكرسي ما كيهمنيش راه عده مراسم تقلبت انا راه كنت مجلس العماله كنت رئيس جماعه رئيس مقطع. سي حسبان درتي انتقاد ذاتي ودرتي نقد ذاتي المرحله السابقه اللي باغي ترجع دابا شنو اللي كتاخذ على نفسك؟ أنا ما المرحلة السابقة المرحلة السابقة ما تناخذش لا لأنه قلتي باش نصحوا الأخطاء إذا كاين أخطاء لا ما يمكنش الإنسان شكون اللي كيخطأ أنا بغيت نقول لك شنو الحوايج اللي ما كيعملش ما تيخطاش اللي كيعمل كيخطأ غير تكون الاستفادة من الأخطاء الاستفادة من الأخطاء لأن كاين كثيرة والآن ما عنديش فراسي باش نقولها لك هاد الاخطاء ماشي شي حاجه مهمه. الاخطاء بايكزوم كما قلت لك انا ملي قلت لك الرقم زعزعت الكاين دراجه بانه شنو خصك تقول؟ لا خصني نقول لك نقول بطريقه اخرى انت كتقول لا لا الطريقه باش قلته ما جاتش با ميزوري في اللحظه ديالها لا هي تميزوري غير الطريقه ديال التبليغ كنت انا ندير داتا شو وندير دي سلايد ونحطهم ونقول انا قلتها بلا 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 بول بوينت بلا حتى شي حاجه يعني بعض الامور البسيطه ماشي صعيبه الامور اللي كنت ندمت عليها بوتيتر كانوا شي ناس معايا في المكتب وخدامين شي اجندات اخرين فهمتي؟ هذه الامور البسيطه وكتوقع لان الانسان ما كتعرفش شنو في راسه الداخل ما كتعرفش المعامل بانك كتبغي دير واحد التوليفه بان تاخذ من كل الانواع ديال المنخرطين وفي الاخر كطيح في شي حوايج اللي ما اللي الناس لان باش نقول لك انا كنت خدام مجموعين وتناخذوا قرارات مهمه جدا ياك باقي ما خرجناش رفعنا الاجتماع تلقى خرجات حتى وصلت بيا درجه السي حسن قولها لك للامانه بان دوك لي كوب لي باراميغاس اللي عندنا في الراجا في المكتبه ديال الراجا الداخل تنقلبوا واش فيهم دي ميكرو ولا فيهم شي حاجه يعني شوف فين وصلت لا فهمتيني فين وصلت الامور يعني حتى باش تحسن البيت الداخلي راه مهم جدا. الان كنتكلموا الان راه عيب بانه عندك عقده ملاعب كيلعب عندك وعقده عمل كتلقاها العقده اللي هي سبب الاسر خارجه ماشي في منابر اعلاميه رسميه ولا في الباج ديال فيسبوك عند منهب بوادب
تصك على فين غاديين حنا؟ هذا راه هو المشكل. وهاد الناس كيسيروا في ورا 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 سميتو راه مدفوعين الاجر، راه فين تكون هما؟ راه ما خلعوش لعبه صباح الفيسبوكيه كاين بعد صباح معروفين معروفين، راه ماشي الفيسبوك هو اللي غيسير، ماشي الفيسبوك اللي غيصور، فهمتيني؟ لا غير هاد صباح، لا غير نشرح لك علاش بعض الفروق اخرى ياك عندهم استقرار سيري. علاش الرجا بوحده نطرح هاد السؤال بوان دير علاش الراجل ما عندهش استقرار سيري؟ علاش هاد الراجل الرئيس اللي واش اسمح لي علاش هاد الراجا جربنا جميع انواع ديال الرؤساء، الرئيس قاري، الرئيس امي، رئيس عنده الفلوس، رئيس عنده كاريزما وتجريب، رئيس مول الشكاره، وحتى واحد ما نجح فيها. دونك واش لا بلاتي فهمتي؟ ولكن السي حسبان وتبارك الله عليك راه غتكون عارفه لان انت لعبتي في الراجل وكتعرف التاريخ ديال الراجل، وراه كنهضروا على الفضائح اللي كانوا كيسيروا الراجل، وما عمر الراجل وصلت للمستوى. حنا ما كنقولوش بانه راه ديك الساعه ما كانش الفيسبوك استاذ، ما كانش العالم ازهر، لا ما كانش، لا دابا جبتي واحد السؤال مهم السي حسبان. اذا المشكل ديال الرجاء واش مشكل اشخاص، مشكل بنيوي ولا فين كاين ولا مشكل تاثير؟ لان الصفحات لا فريسيا تاثير، وهاد الصفحات الفيسبوكيه هادو كيقول لك رجاويين مش كيدخلوا على الخط وكيخلقوا هاد النوع من الصراع، وكيقولوا الناس كيف كتقول انت كذلك انهم من بين الاسباب اللي هما خلياش الرجل تزيد. انا تقول واش ما عندناش حل هاد الناس؟ انا قلت لك عندي حل، عندي حل الان، لان القانون ولات رسانه قانونيه، حنا في دوله الحق والقانون ولات رسانه قانونيه. بالله عليك بان رئيس كيجي كيدخلوا كيعاونوا في وليداته ويسبوا ليه في امور وداكشي، خلي عند الطرف النظام، كيفاش بغيتي يبقى هذا الرئيس؟ كيمشي لهم المدارس ديالهم، كيمشي لهم امام البيت، فهمتي؟ كيفاش بغيتي هذا الرئيس يتحمل هذا الضغط؟ وكاين قانون، علاش ما نجيش؟ لا غير هذا الشيء مصطفى، كاين واحد القضيه ماشي قضيه نشوفوا الجانب الزجري، كاين جانب اخلاقي. واحد الانسان اللي ما كيبغيش حوايج الطرالي هو كشخص ما خصوش يشوفها في الناس الاخرين، واكثر من ذلك حنا باغيين نربيو واحد الانسان اذا كان مشجع ولا كان مواطن خاصو ملي ينتقد دخل معايا نقاش كسعد حسبان، نقاش الخطاب، الخطاب اللي ماشي اشخاص برامج، ماشي اشخاص كونفرونتاسيون دو بروغرام، دو بروغرام ماشي كنعتمد على اشخاص اخرين. لا هذا اللي كاين وهذا مشكل، لان واحد النهار غادي نوصلوا، ولكن راه كنقولها دائما راه ماشي مساله زجريه محضه، ولكن مساله تربويه في العائله في المدرسه، كيفاش نتعاملوا مع الاخر؟ لان جانب من الانسان اللي كيربي راسو وكيتعلم هو ما يقيش الناس الاخرين، خاص ما كيبغيش الناس الاخرين يقيسوا، خاصو هو يقيش في الناس الاخرين او ناس يحسبها. لا معقول، ولكن هادو عندهم اولاء الاشخاص، لا ماشي اولاء البرامج. انا الان من نهار بديت وانا كنطلب تكون مواجهه فيس تو فيس انا والمنافس ديالي، ونديروا مقارعه برامج وبروغرامات، ونحطوا الحصيله ديال كل واحد في المرحله ديالو اللي كانت، ونعطيوها للراي العام ويعرفها حتى الناخبين ديالنا اللي هما المنخرطين. وما كانش ما كتبش، يمكن تكتب مره اخرى، مي انا تنقول باش في هذا الظرف ما بقاش كيسمع كاع باش نهضروا على البرامج، لان كاين ظرف استعجالي، كاين امور اللي خصك غدا تبدا خدام فيها، لان ما تقول لي البرامج غنبيع لك الوهم، هذه امور والبرنامج اللي غتجيبو فيه غتحطو في لونفيرمون فيه غتحطو هاد البرنامج، واش هذاك البرنامج قابل للتفعيل؟ واش عندك في الجانب الاخر الغلاف المالي اديكوا باش توجد البرنامج؟ هذا خص خريطه الطريق، ومي غندخل مي غندخلو غدا غدير تشخيص للحاله الحقيقيه، باش ما بقاش نقولو ثاني الملايير وهادي، ونزيدو القدام ونساو الماضي ونحطو الاسس، وهاد الاسس هي تنقيه الاجواء، يعني تنظيف البيت الداخل من الداخل ومن الخارج، ياك وجود اسس باش ندوزوا للشركه احب نعرف، لان النظام اصبح متجاوزا ديال الجمعيه. النظام واش عطاكم تشخيص؟ ما تبانش شوش انا تقول لك تشخيص، ودابا انا قلت تشخيص مي غندخل وملي غنلعب ولا غنجوع العالم. شي حاجه اخرى ثاني، قانون 15 يوم، قانون الجمعة العامة، قانون المالي والاداره. استاذ انا سولتي قبيله واش ديميسيون، انا السؤال خصك تطرحوا لي هو علاش مشى، لان انا ما عارفش اشنو كاين. ثانيا انا الشهاده لله ماشي ثاني جمل، يمكن السيد نهار جا جاب حسن النيه، ولكن ما كانش عارف بانه على ما اظن، انا هذا كتحليل ديالي ذاتي بعيد مستقل، بان ما كانش عارف بان راه ماشي تسير المال راه هي غتسير بها الرياضه، لان الرياضه خاصها ضروري تكون الفلوس، ياك تكون الفلوس الرياضه، ولكن لو سافوار فير ياك شريك، ياك شريك، لا لو سافوار فير ديال التدبير اليومي والتدبير ديال الكولاسه والتدبير ولا صاير ولا لا اوبليجي اوبليجي اوبليجي. واش السي حسن انت خبير في هذا الميدان وعندك باع كبير وكصديق كنعرفك سنين، لا انت لا السي الضلال، واش مقابله 90 دقيقه هي اللي كتكون؟
كاين بزاف د الحوايج اكسترا سبورتيف بزاف الامور كتكون تدور في المحيط قبل ومن بعد اونامو سميتو دائما هذه الامور خص يكون واحد ود الحرفه مقابل الجيستونير ومقابل اش الفلوس نعم. هادو كلهم اللي كنا الفلوس بوحدها راه ما تنجحش هذه العمليه نعم فهمتي وهذا السيد راه جاي من حسنيه وعطى فلوس والناس سمع سنه بان عطي تقريبا 25 مليون دو درهم ولا 23 مليون دو درهم اللي سمعت في عبر اثير واحد الراديوات بان عطى الفلوس وهذا السيد اللي عطى فلوسه وجيب عند حسنيه وجع عطى فلوسه بغى يخسر جاي عطى فلوسه وغيفشل يعني نكون عرفنا اللور غيفشل ما يدخلش اصلا نهارو حنا مزيان بان عرفنا هاد التجارب كل هذا دازت في الراجا مول شكاره مول 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 اللي قاري الفيزيونير اللي حكمه الكاريزما هادو كلهم لماذا هاد الناس كلهم ما يلتحموش على اسم الراجا باش ما تبقاش مساله ذاتيه وليغو دو شاكا ونقدو كيما كنت العاد الرئيس غير نقدو فرقتنا ونخرجوها للسميت لان حرام الان استقرار فرق اخرى انا ناخذ مثلا الجيش هو استقرار اداري سنين احسن لعابه كاين في الجيش دابا ولكن هاد اللعابه عندهم كونترا كونترا الفتح الرباطي شوف لي كونترا ما غاليش راه حنا كتبقى الضغط انتدابات كيما وقع للزيان كتجيب لعاب بحال دابا هاد العالمي 580 مليون ما واش غترد الاعتبار الدراسه ديال الرجاء هذا هو في البرنامج ديالي اللي كاين هي التكوين ولا بين راجا راه قلتها بان التكوين ولا بين راجا اون باراليل انا باش غنمشي نجيب لعاب 450 مليون وما تكونش عنده قيمه المضافه وعندي واحد بحاله في المدرسه انا نعطي اولويه لولدي ديال المدرسه اللي به يمكن هو غنبيعو غير غنصو ديال ما تجيبش هاد اللعاب وفي الكلاس 4 5 وفي الفيتيو بروجي يعني في المستقبل القريب غيولي ليتيج وقد كنضغط في واحد الدوام ما غنساليش بها حلقه انا كتفهم الطموح والرغبه ديال الجمهور تيبغي ديما يكون الفوق عالي ولكن حتى هو خصو يتفهم الاكراهات ديال المسير راه اكراهات كبيره لان تتكون واحد اللعبه تخلصو كطيح لك شي ليتيج باش ما تحبسش لا ماشين كتولي ما بين النارين واش تخلص اللعبه ولا تخلص ليتيج باش ما تبلوكاش لي كونط وتحبسك الامور دونك هذه الاكراهات التسييريه ديال ما خصش يكون ليتيج بزاف اغلبيه اسمع لي اغلبيه الرؤساء اللي جاوا راه كل واحد كيخلص الدول القديمه ديال الاخر وغاديه دونك حتى البرنامج ديالو الاني باش يخلص وتبقى داك لو كوميتي تعطل وكيجي رئيس على سيدي يمكن انا من خلال الكلام اللي شفت انا ديال المداخله ديال الرئيس قال لك انا خلصت الديون ديال الرؤساء راه سي لا كونتينيتي راه الناس داروا تخلص الديون وانت ترى غتخلي اغلاط والاخر راه سيدي سيدي ولكن بغينا هاد لي موراجي نحبسوها هاد الناس خصهم تحبس باش كيتحبس نديرو دي ريكروتمون سيبلي ماشي نجيب 17 لعاب ونسيب خليا واحد ولا جوج والاخر كلهم اللي يدخل معاهم الدعاوي ندخل معاهم الدعاوي دونك انا سيبلي ونمشي لو ريكروتمون اللي غنجيب يعطيني القيمه المضافه يعطيني شي حاجه اللي كان عندي بحال والله لان المشكل الرجاء الامس القريب الرجاء كانت بيبينيير ديال المواهب وكتمشي دير روسونسمون على الفرق ديال البريمير ديفيزيون والدوزيام ديال وتلقى ديما لعاب ولا جوج من مدرسه الرجاء هاد المواهب ما بقاوش لقاو الجو فين يسقلوها اش ولاو كيديروا كيهاجروا وكيمشيو فرق اخرى وكيبانوا وكتولي ولدك كتشري بفلوس الامثله كثيره غير تكلمنا عن الجمهور نعرفوا ان الجمهور هو المدعم الرئيسي للرجاء هو يعني اللي كيفك الازمه في مستشار رقم واحد تماما يفك الازمه في العديد من المحطات لكن ما يؤخر عن الجمهور انه يعني كيدخل في تحديد الرئيس باركوا كيكون ليه تاثير من صفحات فيسبوكيه من بعض التدخلات الى غير ذلك وما كيعرفش شكون اللي يلاقي ليه وشكون اللي ما يلاقيش ليه انت بالنسبه لك هذا الدور اللي كيلعبوا الجمهور واش تبغي انت ينحصر غير في التشجيع داخل الميدان او يفوتوا هذه المساله ديال اننا يكون عندنا تاثير في من سيتولى رئاسه الرجاء لان ربما ذاك التاثير يسيء للرجاء في بعض الاحيان انا تنقول لك بانه الجمهور عنده دور فعال ولكن خصنا نحترموا الاختصاصات اختصاص المخارج اختصاص المسير واختصاص الجمهور الجمهور هو الداعم الى ذلك وخصو يدعم الجمهور من المدرجات الان حنا غلقينا واحد التوليفه جديده باش هذا التاثير اللي كتقول لي وهذا المطلب الجماهيري غندخلوا في هذيك لا ريفورم داديزيون يعني اعاده واحد النوع واحد النموذج واحد لو مود دو جيستيون اللي غنقربوا فيها هذا الجمهور يقرب للتسيير
ويعرف المحك ديال التسيير باش ما يبقاش يقولوا بان الرجاء 100 ولا 200 ديال المنخرط خداو الرجاء والنطاج وما كيسيروا فيها. وهنا الداعمين لا بلاس كنا حنا كنكبوا شنو مصلحتنا هذاك المنخرط؟ مصلحته هي الرجاء، مصلحته هي فرقته تكون كبيره، وهذاك المشجع باغي فرقته تكون مزيانه وزاهيه وناشطه والالقاب، وانا كنا كنكبوا في نفس الاتجاه. غير خصنا نلقاو واحد الميكانيزم واحد التوليفه اللي غنديروا. وهذه المساله الا نجحت لينا عن طريق نحطوا في دي طابل هوم اقرب الاجل الى 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 اللائحه ديالنا نوضعوا لها الارشادات المخالفين، راه غتكون من بين المداخل الكبيره اللي غتدخل الميزان الرجاء. ودرنا واحد السيميلاسيون تقريبا واحد 40 مليون ديال الدرهم غتدخل في في مسير، اضافه الى جايبين مستشارين. انا في نقاش مع مستشارين جدد كما دخلت نهار جيت جبت 4 و5 ديال غيجي على قبلك انت كشخص. انا في النيغوسياسيون بيرسونيل ديال غيجي ك كنطاغيه ديال الرجاء باغي الاسم الرجاء، ولكن في النقاش ديالي انا معاهم لان خص انا انتيريكيتور. لا جبتي ليماج ديال الرجاء مأثرة دابا في هذا الوقت لا، ولكن انا هذا هو الدور ديالي كنقنعهم بان احنا راجيين وتعطيو ضمانات بان هذا الشيء ما غيبقاش. لان لا بروف انا نعطيك انفينيكس جا جبته كان عندنا برنامج ديال 3 سنوات العام 180 360 والعام الثالث كنا غنديروا 800 مليون شي حالات. بروبيك لا ميم شوز ما كنتش اشارات لهذوك من غير مستشاري ديال الرجاء ولكن خصني نقول اسماء. نعم نهار مشيت انا مشاو بحالاتهم. نعم اذا سؤال اخر ثاني اسمعني باش نرجع غير النقطه ديال الجمهور. الجمهور متفاهمينه والجمهور اللي تيهمني فيه واللي عاجبني هذا الجمهور ديال الرجاء كيبغي الكيان ديالو، ما كيعطيش الولاء لاي شخص، ما تيعطيش الولاء ديالو لاي شخص، كيعطي الولاء لفريقته والكيان ديال الرجاء واللومبليم الرجاء. هذا اللي كيهمني فيه. يمكن الطموح ديالو والغيره مبالغ فيها ولكن كاين نقطه اخرى حسبان ما يمكنش نساو بان الجمهور انسان، انسان يتاثر بخطاب معين وفق واحد الظروف معينه وهذا الشيء طبيعي. السؤال اللي بغيت نطرح لك، رئيس شباب محمديه قال بان واحد الرئيس كان كيدور مع لعاب اخرين باش الرجاء تخسر، خطير وربما هاد التصريح هذا فيه شويه لان تمسيت في انا تمسيت في لانه هو تكلم قال جوج رؤساء لا تكلم على رئيس وكاين الان في هذه المرحله احنا فيها كاين جوج رؤساء اللي مرشحين اسم سعيد حسبان ومحمد بودريقه. ما حددش ما حددش. انا طلبت فتح تحقيق في هذه المساله وفتح لجنه تحصيل حقائق ياك، الا انه حددها في راديو مارس عيطوا له وقال لهم بالحرف انا ما تهضرش على حسبان، اللي دار هذه المساله هو محمد بودريقه. وانا انا عاد كنت يعطي الفلوس للعبه باش يخسروا. انا هو اللي قال ما قلتهاش انا، ما تعطيش تقول لي شي حاجه ما قلتهاش. لا هو هو قالها وقالها في منبر اعلامي. خص الامور توقف لان الى 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 كان شي واحد كيعطي الفلوس باش فرقته تخسر باش فرقته تخسر ولا انجي بغيت ترشح راه سنتي بالي هذه الامور من المفارقات. ثانيا لانني ما عجبتنيش وان الناس اولوا الكلام ديال ايتمنى لانه قال ايتمنى لو كنت قلنا شخص اخر غتكون هضره اخرى. دونك كان مابقاوش كيهضروا على بان هذا الشخص عطى الفلوس خصنا نديروا بانه واش عطى ولا ما عطاش. الا ما عطاش نمشيو ندعيو حنا هشام ايتمنى نحطوا دعوه قضائيه ضده تماما فهمتي. ولينا كنقولوا لا هشام ايتمنى قالها ماشي صحيحه اسيدي ندير تقصير حقائق ما تيقوش به ندير تقصير يتعلق الامر بالرجاء الان ديروا تقصير حقيقي ديروا التكوين اللجنه ديال الاخلاقيات ونشوفوا. وديك الساعه اللي تبتات بان الامور كذوبه المخالف حنا كنا نحطوا لي كارت ديالنا ونمشيو نديروا دعوه قضائيه. نعم اذا سؤال اخر سي حسبان، علاش ما فكرتيش تكون انت بطريقه في لائحه وحده؟ يكون توافق دخلوا اخوان باش يكونوا هذه الامور، ولكن المنظور طريقه العمل ديالو لان كاين دو زيكول حسبان بودريقه. لا سي با ليكول انا سي سي فلسفه الفلسفه ديال الامور اون ايكول ديغويزم اللي فيها دوتي بوستي لي بريمير سولمون ما كنخموش على التكوين الفرق الاخرين دي ريكروتمون دو ماس اللي من بعد غيوليو ازمه اون ايكول لي 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 باغا دير لا ريستوكتوراسيون وباغا تخلي لو طون او طون. هذا اختيار شفتي الاختيار باش نخدم بولاد المدرسه ونخدم بفرقتي ونشوف الخصائص اللي عندي ندعمهم ماشي ما نديروش انت دابا لان ما يمكنش لنا بولاد الفرقه غنديروا هذه الامور نعطيو ولكن نعطيهم فرصه فين فين يسقلوا المواد ديالهم ونخدموا ونرجعوا لدين الرجاء. هاد جوج عقليات ما يمكنش لنا هاد جوج عقليات يتلاقاو غير يتلاقاو لا الا بغينا نحبسوا الازمه. دونك قال ما يمكنش دو كوموند غير تسوقوا باطو هذاك الباطو ما يوصلش للمرسى. ثانيا هو باغي كل شيء
باغي يكون في الشركه يكون رئيس الجمعيه ويكون كل شيء دونك ما يمكنش انا الحموله التاريخيه ديالي اي تكون افاصي وتجربتي نمشي في الطريق وثاني انا نقدر نمشي من اجل مصلحه الراجع الا كان هذا الشخص كنت تقاسمه تقريبا نسبيا نفس الافكار ياك ونسبيا كاين ضمانات ماليه كاينه ما عنديش انا مشكل يمكن انا نرجع لا يمكن نتعامل من خارج المكتب ما لا ماشي كنسد الباب انا ولكن باش نديرو بهذه الطرق ونوليو ثاني اللي المشكل اللي مطروح هو دابا ولا عنده دي كيميل دي فونكسيون عنده بزاف المهام هو برنامجي وتيقول لعباد انا الاثنين ثلاث ما نكونش دابا نكون في الجامعه انا غنكون هنا وشكون السير هذا السير نهار الحد الديليغي هذه امور اللي اسيتو في الطرف الحالي في الدراري ضروري خص تكون واحد التركيز على الفريق لان يمكنش لك تقعد غير تتهضر من برا خصك تكون موجود الوجود ديالك اليومي تفرغ له واحد المده حتى توضع السكه عن طريق الصحيح ولو تراني الدماغ لا ماشين كومونس تغني وديك الساعه غادي يمكن لك راه ديليغي الامور ديالك. اذا السي مصطفى اخر سؤال لك غير واش انت متفائل لوضعيه رجاء مستقبلا لان الحمل ثقيل والوضعيه صعيبه وصعيبه بزاف واش يعني في حاله انتخابك رئيس للرجاء واش متفائل وتوعد الرجويين على ان الفريق الاخضر سيعود للسكه الصحيحه وغنساو هذاك الشيء اللي عينا منه لان كل موسم الرجاء تعاني. انا نتمنى نشوفوا الازمه انا جلوبال وكنبغي نكون عندي نظره مستقبليه ونظره مهمه جدا للنظره اللي التشخيص عارفينه الكونستا ديال الحادث كلشي عارفينه تنضيعوا فيه بوكو دينيرجي. انا جيت بعض الخبايا ما عارفينش انا جيت راس معاهم كاع حمر خالك كامل دوك الخبايا لا عارفينها وكاين الناس اللي قراب لينا الناس راه عارفين حوايج اكثر من كنعرفهم انايا فهمتيني ولا لا مي المساله اللي بغيت نقول انا جد متفائل ونقول الاخوان بان جيب ان بروجي ريفولوسيونير ان بروجي اللي يرجع الراجل السكه الصحيح انا اللي بغيت هو الدعم هاد الدعم اللي خداو الرؤساء يعطوني منه غير 20% وجمهور الرجاء واجد عطيني المادي ولا معنوي لا دي جمهور الرجاء معنوي معنوي المادي راه عطينا واحد التوليفه اللي غنديروا هذا المشروع اللي غنجيبوه هو اللي غيكون فيه ما غنمشيوش نقولوا حنا عطيونا الفلوس لان هما فقسوا ما تيبخلوش عليها وحنا ما غنمشيوش لهذا الطرح لان حنا عطيهم واحد المشروع اللي قرروا التسيير ديالو تنقول انا غير الدعم وكون على يقين بان الرجاء لا خوف عليهم ولا يحزنوا.